بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مفتاح النصر الصبر لمن أراد أن ينتصر وأراد أن يظفر بما يريد. مفتاح النهاردة الصبر. مفتاح ده الصبر ليس له حساب معلوم، يعني ليس كباقي الأعمال. إيه القدر المعلوم؟ الله أعلم. قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، لا يكال ولا يوزن، بغير حساب. لذلك أبشر من يصوم ويمسك لسانه في هذا الشهر الكريم، أبشر وأقول له ونحن في شهر الصبر، أقول له رمضان محتاج منك صبر. ليه؟ أسماه النبي صلى الله عليه وسلم شهر الصبر. أبشر الزوج اللي بيصبر على أذى زوجته، أو الزوجة اللي بتصبر على أذى زوجها، أبشرها بالصبر. من مات له أحد أو افتقد أحب الناس إليه، ولد، أب، جد، ابن، زوجة، زوج، أبشر بهذا المفتاح الصبر. تربية البنات كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحتاج لصبر. هو إيه الصبر؟ الصبر هو حبس النفس من الجزع والشكوى. استنى استنى استنى، يعني الصبر حبس النفس إن أنا ما اشتكيش ولا أجزع؟ أيوة يا عم الشيخ. طب أفضفض؟ لا، فضفض بس مع الله، اوعى يكون بتفضفض مع حد، أي حد. كان أحد السلف ينام على سريره بجوار زوجته وكانت دموعه تنزل لا يعلم بها أحد إلا الله، كل ليلة لا يشكو لأحد، فضفض بس مع ربنا. طب الصبر ده كل حاجة محتاجة لصبر؟ نعم، كل مقامات الدين يدخل فيها الصبر. الصبر على الطاعة، الطاعة محتاجة منك لصبر. اوعى تفتكر ان الصبر على المعاصي فقط، اوعى تفتكر الصبر انك ماسك نفسك على المعاصي فقط، على المكاره فقط. لا، الطاعة ايضا تحتاج لصبر، المكاره والمعاصي تحتاج لصبر، الابتلاءات تحتاج لصبر. وبعدين اوعى تفتكر الابتلاء شر بس، لا، خير وشر. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. قال تعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. بالحسنات والسيئات، بالشر والخير. قال تعالى: ليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. يبقى الابتلاء اللي انت بتصبر عليه ده مش لازم يكون شر بس، لا، وخير وطاعة. طب ليه؟ ربنا بيهذبك مش بيعذبك. انت محتاج توصل للجنة، رزقني الله وإياكم الجنة بس بغير حساب ولا سابقة عذاب، اللهم آمين. محتاج توصل للجنة بس عملك مش موصلك، ذكرك مش موصلك، إيه اللي يوصلك؟ ابتلاء، فتصبر فتصل. هذه إيه؟ الصبر. يعني اللي بيصلي محتاج لصبر، اللي بيصلي الصلاة محتاجة لصبر. ليه؟ ربنا قرنها في القرآن بالصبر. يا أيها الذين أمنوا استعينوا، أيوة أيوة، يا أيها الذين أمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. شوف الصلاة والصبر. عشان كده بقولك الطاعة منك والصلاة وإنك تداوم عليها وما تقطعش محتاجة لإيه؟ لمفتاح النهاردة، محتاجة للصبر. يبقى الطاعة محتاجة لصبر، والمكاره محتاجة لصبر. قرن الله الصبر بالصلاة: يا أيها الذين أمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. قال تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات إن في ذلك لذكرى للذاكرين واصبر، مقترنة بالصبر. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، محتاج لصبر. وانت بتكلم أهل بيتك إن هم يصلوا محتاج تصبر على ذلك، احتاج لصبر. قال تعالى: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة، احتاج لصبر. والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة. عايز تبقى إمام؟ وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. ربنا يحبك، والله يحب الصابرين. المعية، معية الله، إن الله مع الصابرين. كل حاجة محتاجة لصبر داخل في كل مقومات الدين. والصبر الجميل فصبر جميل، أي لا شكوى فيه ولا معه ولا جزع. إذن الصبر داخل في كل مقومات الدين، تختلف أسماؤه باختلاف مواقعه، يعني تختلف أسماؤه بحسب اختلاف مواقعه. يعني لو إنسان ابتلي بمصيبة فصبر، هنا يسمى إيه الصبر؟ يسمى صبر. في المصيبة يسمى صبر، طب في الحرب يسمى شجاعة، في كف الأذى واحتمال الغيظ وكتمانه يسمى حلم. إن كان في إمساك الكلام يسمى كتمان، إن كان في الفضول عن عيش الدنيا وما فيها من زخارف يسمى زهد، إن كان إمساك عن شهوة يسمى عفة، إن كان إمساك عن شهوة الطعام يسمى شرف نفس وعزة نفس،
لذلك الله هو الصبور. عارف يعني إيه الصبور؟ لا يعجل العقوبة للناس. لذلك سئل الإمام الشافعي رحمه الله: هل أفضل أن يمكن الإنسان فيشكر أم يبتلى فيصبر؟ قال: لا يمكن حتى يبتلى، لا يمكن حتى يبتلى. فأنت لو عندك بنات بتربيها وبتصبر فلك الأجر، هذا هو الصبر. قال عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كنا له سترا من النار. تربيتك لبناتك ستر من النار. الصبر نصف الإيمان. مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم على امرأة عند قبر تبكي، بتولول وتبكي، فقال لها: اصبري. فقالت: إليك عني، مالكش دعوة بي، إنك لم تصب بمصيبتي، لا تعلم أن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتركها النبي الرحمة القدوة رحمة للعالمين، تركها وانصرف، ما ردش عليها. فقيل لها إنه رسول الله، فجرت خلفه وقالت: يا رسول الله، ما كنتش عارف أن أنت النبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ناس كتير جدا تلطم الخدود في المصائب، وتشق الجيوب، وتأتي بالتراب والطين على الرأس، وتدعو دعوة الجاهلية، أقل ما فيها أقولك ليه يا رب في الموت وفي غير لذلك، يقول لك ليه تعمل فيا كده ليه، وبعد ما يهدى وخلاص ويعدي يوم واثنين يقولوا له: يا فلان يعني اصبر، يرد يقول ايه؟ ونعم بالله، ونعم بالله. لا يا حبيبي، خد بالك من الكلمه دي. قال النبي صلى الله عليه واله وسلم: انما الصبر عند الصدمه الاولى، صبرك وثباتك في اول ما تسمع الامر أو عند المصائب أو عند الابتلاءات أن تثبت، فلك الأجر كاملا. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.